بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الخامس، اليوم إن شاء الله رح نبدأ بشرح مادة الفصل الثاني، ونبدأ من الدرس الأول وهو سورة الملك من آية 12 لآية 18. إحنا يا خامس أخذنا سورة الملك في الفصل الماضي، أخذنا من آية 1 لآية 11، واليوم إن شاء الله خلال هذا الفصل رح نكمل سورة الملك. متذكرين ما هو الأجر والثواب لسورة الملك؟ حكينا بأنها من حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها قبل النوم لأنها تنجي من عذاب القبر. طيب، هل سورة الملك مكية أم مدنية؟ إيش حكينا؟ هي مكية. طب الآن خلينا نقرأ الآيات من 12 إلى 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. إذن يا خامس، هذه الآيات من 12 ل 18 مطلوب منك حفظها، اكتب فوق حفظ غيبان. طيب، هاي الآيات اللي قرأناها الآن يا خامس تتحدث عن رحمة الله بخلقه. خلينا نبلش آية آية ونشوف ماذا تحث عليه الآية وما تفسيرها. بلش بالآية 12، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ما معنى كلمة يخشون؟ لما أحكي لك أنا عندي خشية، الخشية هي الخوف. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يخافون ربهم بالغيب، يعني يخافون من الله سبحانه وتعالى، ماذا سيكون لهم من الأجر والثواب؟ موجود في الآية 1، مغفرة وأجر كبير. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية إن الذين يخافون من الله ويطيعونه ويقومون بما أمر به ويجتنبون ما نهى عنه سوف يكون لهم مغفرة للذنوب وكذلك الأجر الكبير. الآية اللي وراها وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعني أي شغلة أنت عم تحكيها سواء جهرا أو تقولها في نفسك بالسر، وأسروا قولكم يعني بالسر، الله سبحانه وتعالى عليم بها. إذا الله سبحانه وتعالى يا خامس يعلم ما في داخلك ويعلم ما تقول. إذا الآية 12 والآية 14 تتحدث عن المغفرة والثواب الجزيل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان هو لطيف به. ننتقل الآن للموضوع الثاني، هو في الآية 15 اللي هو يتحدث عن تسخير الأرض للناس. خلينا نشوف كيف سخر الله سبحانه وتعالى الأرض للإنسان. نقرأ: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي أن الله سبحانه وتعالى سخر هذه الأرض وذللها. وش يعني ذللها؟ يعني أصبحت ميسرة للإنسان. فامشوا في مناكبها، شو يعني مناكبها؟ في طرقها. يعني الله سبحانه وتعالى ذلل هاي الأرض، شو معنى ذللها؟ يسرها للإنسان وسهلها حتى يمشي في طريقها.
وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب يا مس شو معنى فامشوا في مناكبها؟ يعني اسعوا في هذه الأرض، عمروا هاي الأرض. كيف نعمرها؟ بالزراعة، بالعمار، إنه نبنيها، إنه إحنا بالعلم، بالطب، بالهندسة، هاي معنى عمارة الأرض. وكلوا من رزقه وإليه النشور. الآية اللي وراها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هون بهاي الآية، الآية الأخيرة اللي هي آية 18، تتحدث عن تحذير الناس من عذاب الله. يعني أنتم، الله سبحانه وتعالى يحكي لهم يا بشر، أأمنتم، أأمنتم من في السماء؟ مين اللي في السماء؟ والله تعالى. أن يخسف بكم الأرض، ما معنى يخسف الأرض؟ يعني يقلب بكم هذه الأرض فإذا هي تمور، تهتز بشدة. إذن هون يتحدث الله سبحانه وتعالى عن عذابه، وأن من لا يخشى الله سوف يعاقبه بالخسف. أو نكمل بالآية: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة. ما معنى حاصبة؟ حجارة صغيرة. إذن الله سبحانه وتعالى يحذر من أن نعصيه أو أن نكفر به، لأنه سوف يخسف وسوف يرسل السماء حاصبة، بمعنى حجارة ترمي الناس. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم. مين اللي كذب؟ الناس اللي قبلنا كذبوا من قبلهم، فكيف كان نكير؟ يعني الله سبحانه وتعالى عاقبهم. تعرفوا أن الأمم السابقة الذين كفروا كان الله سبحانه وتعالى يعذبهم، منهم بالغرق، منهم بالخسف، منهم من رمى عليهم الحجارة الصغيرة. بتعرفوا هذا الحكي. إذن هذه الآيات تتحدث عن رحمة الله بخلقه. حكينا معاني الكلمات يمس شفتوهم، حكينا جعلكم الأرض ذلولة أي يسرها لكم للانتفاع بها، مناكبها بمعنى طرقها، تمور تهتز بشدة، حاصبة معناها حجارة صغيرة، ونكير معناها عذاب. هدول حكيناهم يا مس. طب الآن الآيات زي ما حكينا يا خامس، من آية 12 لآية 14 تتحدث عن مغفرة الذنوب والثواب الجزيل الذي عضه الله تعالى لعباده المؤمنين. الآية 15 تسخير الأرض وتدليلها للإنسان. والآية 16 لآخر إشي تتحدث عن تحذير الناس من عذاب الله تعالى. طيب طبعا هذا الشرح أنا حكيته، بس خلينا نعيد عليه ونعرج عليه عشان تحط خط. إذا المغفرة والثواب الجزيل وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يلتزمون طاعته ويبتعدون عن معصيته في السر والعلن. حط عليها هاي خط: بمغفرة وأجر كبير، فهو يعلم ما في القلوب من خير أو شر، لأنه خالقها وهو الخبير بها. طيب الموضوع الثاني عن تسخير الأرض، حكينا أنعم الله تعالى على الإنسان بأن جعله الأرض ميسرة ليسهل العيش عليها، وأمرنا بالعمل لإصلاحها وإعمارها والانتفاع بخيراتها وعدم الإفساد فيها. طب في عنا أفكر في المنافع التي جعلها الله لنا في الأرض: النبات، الطرق، كذلك المعادن الموجودة داخل الأرض. طب آخر إشي عنا يا مس، تحذير الناس من عذاب الله تعالى. يحب الله سبحانه وتعالى عباده ولا يحب لهم العذاب، وحذرهم من الكفر والعصيان الذي يجلب غضب الله تعالى. اذكر صورهم، حط عند معلومة إثرائية مس، اكتب عندك عدد صور العذاب التي وقعت بالأمم السابقة، اللي هي خسف الأرض ورميهم بحجارة من السماء. ننتقل الآن إلى حل الأسئلة. يلا السؤال الأول: أبين معنى المفردات الآتية: مناكبها اللي هي طرقها، تمور تهتز بشدة، حاصبة معناها حجارة صغيرة. طب الآن العكس، حكي لك في كلمة موجودة بالآيات تعني البعث. أي كلمة بالآيات تعني البعث؟ اللي هي النشور. النشور معناها البعث. يخافون ربهم، شو الكلمة ما حكيناها؟ يخافون ربهم معناها يخشون ربهم. الآية السؤال الثالث: بينت الآيات نوعين من الثواب الجزيل للمؤمنين الذين يخشون ربهم، شو هو الأجر؟ واحد حكينا المغفرة، واثنين الأجر العظيم.
أربعة، اكتب الآية الكريمة التي تدل على ألف علم الله تعالى بأحوال مخلوقاته ولطفه بهم، لهي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الباء، وجوب خشية الله تعالى في السر والعلان، أي آية اللي هي وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، اللي هي مس هذا أنا حط لك يا تحت، شايف حط لك السهم عشان ما في مجال معي. السؤال الخامس، أذكر نوعين من عذاب الله تعالى بينتها الآيات الكريمة، اللي هو الخسف والرمي بالحجارة الصغيرة. طيب السؤال السادس بحكي لك أتلو الآيات لأنها مطلوبة منك حفظ غيبا. الآن بده السؤال السابع، هات ثلاثة أمثلة على كل من أعمال الطاعات، مثال على الطاعات، يلا مثل بر الوالدين، الصلاة، التبرع للفقراء. طيب أعمال معاصي زي السرقة، الغش، الكذب، هاي كلها أعمال معاصي. هيك يا خامس منكون خلصنا درسنا لليوم، بتمنى منك حفظ الآيات وإرسالها على الواتس أب تسميحها، وكذلك حل الأسئلة بخط مرتب على الدفتر وإرسال الواجب ليتم متابعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.